الدولة تعتبر أقوى دولة في المنطقة، وهي جارتنا ونخليوها ما نعرفوش بها العالم. حنا المغاربة فينا واحد ديفو خايب اللي جبدنا جبد البلاء، وهذا البلاء، هذه القضية ما خصهاش تحيد فينا. حنا اللي دار فينا شي خير كنردوه له، تبارك الله كنردوه له مزيان. أنا راه شوف نبغيكم على أنه حساباتكم كلها نجبركم ناشرين معايير ومظاهر تعريف أقوى دولة في المنطقة بالعالم كله. لازم على أنكم تكونوا الصحافة اللي تعرف العالم العربي والإفريقي بأقوى دولة في المنطقة. لا يمكنش أننا إحنا نبقاو مربعين يدينا وجالسين ومخلين أقوى دولة في المنطقة. الله يهديكم أخوتي، خصنا العالم كامل العربي والإفريقي يعرف أقوى دولة في المنطقة ماذا تأكل من لحوم الحمير، أقوى دولة في المنطقة كيف تشرب المياه وهل تتوفر على المياه، وعلى مظاهر التحضر والطوابير في أقوى دولة في المنطقة، وأيضا على مظاهر انتشار عملة الطاكوس في أقوى دولة في المنطقة، وأيضا مظاهر الطوبستان وغباريستان في صحراء أقوى دولة في المنطقة. لازم على العالم يعرف هذا الشيء، وحنا هذا دورنا في إطار مساعدتنا للنظام العسكري في الجزائر على أنه يعرف بدولته ويعرف بكذا. طبعا الزرودية، واللي يستعمل الزرودية لازم تنشروه، حتى لازم تعرفوا على مظاهر استمتاع الجزائريات في أقوى دولة في المنطقة، وأيضا كيف أن ممثلات الشعب الجزائري التبونيات القهويات صوفيا باللامان وغيرها في إطار فتحهم لبوابات الأمامية والخلفية لاختراق أقوى دولة في المنطقة لإفريقيا، لازم على أنكم تنشروا هذه الأمور. هذه ما يمكنش تخلوهم، بغيت نوريكم أقوى بعد خصكم تاع دابا. واش شي وحدين واقيلا ما فهموش كيفاش صوفيا باللامان تقوم بواحد الدور كبير. أيه والله لا مرحبا، والله لا مرحبا، مرحبا خياك خياك خياك، مرحبا واهلا وسهلا، والله لا مرحبا. وش هذا يا قلع بوك يا ذا اللي قابضين ودول عفارقة من القبض، يا قلع بوك يا صوفيا باللامان، ده الاختراق الإفريقي اللي معدلاه. والله اللي صرتك، الله اللي صرتك اللي مشرف الجزائر ومشرف الجزائريات، والله اللي صرتك اللي متعين لفارقة ولا فارقة قابضين دم القبض ودم الفرح اللي على وجوههم، والله اللي أسنانهم بانوا. شو هذه مظاهر اختراق التبونيات القهويات وممثلات أقوى دولة في المنطقة، وكيف أنه هذو اللي تشوفوهم ممثلات الدولة بحجم الجزائر تعرف العالم، تعرف العالم المنتظم الإفريقي خصوصا بمميزات الجزائريات التبونيات، وكيفاش على أنهم يقدوا يوصلوا المنتظم القدرات الجزائريات في إطار الاستمتاع. والخلاصة القول أنا هنا شوف أنا رأيك نعطيكم دي الرواية باش قدوا تفهمونا، في إطار مساعدة التبونيين القهويين في التعريف بمقدرات أقوى دولة في المنطقة للأفارقة، هذه صوفيا باللامان مشرف الجزائر ومشرف الجزائريات، وغادية في طريق تجسيد حسن السيرة ديال أم حسن في إفريقيا، ما تقدر تتخلى عليها.
ما تقدر تتنصل من تاريخ جداتها، ما تقدر تخلي الأمور هكذا ما يمتمشي. لازم على أن الجزائريين مفتخرين بها، وهي مفتخرة بالجزائر كأقوى دولة في المنطقة، وحاطة علم الجزائر وحاطة درابو الجزائر على صدرها وراسها وتكتها وذاك كامل. فبالتالي احنا من باب الوصول الى مساعدتهم والتعريف بقدرات الجزائريات التبونيات في اختراق افريقيا. اقلع عنك يا عبد الصمد، ما شو تدرك لي تعود الثالث، هي عندها جوج كافينها. اقبض اقبض ذاك اللي عندك، خلي راو لا فارقة ذاك اللي عندهم من الشفط، خرس اللاش لاقمهم صرتك ويقبضوها قبيض ما يطلقوها الا الى عاد ونفخوا لها احناكها. اسكن عنك، ما اسكن عنك وخلي. صرتك اسكن اسكن، خليها هادي صوفيا باللمان مشرفة الجزائر ومشرفة الجزائريات، وخلي ساديو ماني يعطيها في المانجو، وخلي الحاج مامادو باندو حتى هو يقبض فيها كيف قبضة الباندو، راهم قابضينها جوج. وشوف خرصوا يديها اللورانية، هي دراك تلقاها لعبات الشوط الأول، لعبات الشوط الأول وعدلت ديك إشارة برافو، قالت شنو؟ برافو لساديو ماني الحاج مول البانغو، برافو عليك راهي رافده. شوفوا خرصوا يديها اللور، يديها اللور، قالت لهم هذا اللي لابس الاخضر الحاج مامادو مول المانغو، قالت لهم هذا برافو. والله لا صوفيا بالامان، انت بعد تعطي النتائج، انت تعطي النتائج لا فارقه. هذا ساديو مانجو مول مانجو قلتي لي برافو، هذا هذا شو راه فرحان حتى هو متمونك مع نفسه. ومره ايه والله لا صارزك، خرصوا لي الابتسامه وخرصوا لي عوينات وخرصوا الرومانسيه باينه من عوينات، صرتك الله فرحان بذاك العمل الجبار اللي قدمه. وهي قالت له برافو برافو فوزيت برافو الحاج مانجو مول مانجو، المهم صرتكم. ومنينك يا كاظر، ومنينك يا عمهم احمد، ومنينك يا الصحافي، ومنينك يا منينكم يا الرجاله، زي رجاله الجزائر، منكم يا البيستاشيين. والله الا بينا غنبارك لكم، انا بعد الراي المغربي رغم الاختلافات والسب والشتم يا غار، انا قاعد نبارك لكم، والله الا نبارك لكم ده التشريف وده الانجاز اللي حققته صوفيا بالامان، على انها قدرت تفتح البوابه الاماميه والخلفيه الحاج سانغو ماندو والحاج مامادو باندو امالين المانغو، واعطاتهم ذاك كامل اللي يشرفكم انتم كجزائريين ويشرف الجزائر بدرابو الجزائر. صرتكم ذا، انا بغيت لا نبارك لكم. ولا دخلتوا كتبوا شي تعليق باش نقدوا كاع، انا نعرف عنكم تسمعوا وتشوفوا وتسجلوا. لا بغيت الماء، بغيت لا نبارك لكم على انه ده المانجو مول الكاندي مول هذا الحاج الكاندي، راه عطاه ذاك البادي ذاك المانجو اللي انتم تبارك الله يشرفكم، وهذه راهي دارت اختراق افريقي مشرفه به الشعب الجزائري والدوله الجزائريه اقوى دوله في المنطقه. هذا بعد انجاز كبير، انجاز كبير يفتخروا به حتى دوك الحراطين العبيد اللي عندكم في تندوف، نقدوا حتى هما نباركوا لهم ونقول لهم فتحوا لايفات وتكلموا على هذا الاعترافات الافريقيه اللي جابت لكم صوفيا باللمان. صوفيا باللمان جابت لكم اعتراف الحاج سانغو مانغو مول مانغو والحاج مانغو بانغي مول قادي، صرتكم الاعترافين، ولا بغيتوهم لا جيبوهم شاركم يعطوكم المانجو حتى انتوما، والله ما يبخلوا عليكم، انا نعرفهم لا فارقه هادو، صرتكم لا شو لا جيبوهم عندكم، ما يمنعوا عليكم شيء، المانجو يعطوه لكم الين تقولوا بارك. كما عطينا درك الحاجه صوفيا بنت الامان، الحاجه صوفيا من الامان اللي مشرف الشعب الجزائري ومشرف الجزائريات، الله اللي مشرف الجزائريات. صرتك حاشا بعد بنات الاصل والاصوليات يا غال، انا قاعد نجبرها في صفحاتها، نجبر الجزائريات
واللي يعود عندهم دوك السميات، تعرفوا دوك السميات الجزائريات، بنت عين النعجة، بنت عين 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 الترك، بنت بوسعادة، بنت بونيف، بنت بوتقبة، بنت بو، المهم دوك السميات انا قاعد نجبرهم ياسر منهم. يقولوا لها تبارك الله عليك صوفيا بنت لا ابو اللامان، باللامان عليك لامان يا صوفيا بنت لامان، راكي ما شاء الله عليكي، راكي مشرفة الجزائر ومشرفة الشعب الجزائري. هذا فقط لانه واحدين سولوني في التعليق قالوا لي كيفاش الجزائريات داروا الاختراق الافريقي. وبالمناسبه يا المغربيات يا المغاربه، هذه صوفيا باللمان اللي ترفد المانجو والسانجو والبانجو اللي تقول اه وتجي تسبكم انتوما، باش تعرفوا كاع غير النوعيه اللي تسبكم انتوما، غا باش تعرفوا صافي احنا ما عندنا مشكلة دابا، غا باش ما تمشوا غالطين. ايوا نعود الى نعود دراك نرجع للتبون المغبون. التبون خرط على المنتظم الدولي خرطة ما خرطها احد قبله ولا بعده، مليار و300 متر مكعب وسط مجلس وسط الامم المتحده والعالم يسمع، واخا هكاك هو راه ما دا فيه حد غير حنا دراك لا في اطار حاني يا خسرتكم جا ما تبلوكوا لي الحراطين العبيد الحراط يا خوتي الحراطين العبيد ما تبلوكم، خلوهم يكتبوا ديك عاشت اختو وعاشت امو ماشي مشكله قد يقولها، وتقول دي عاشت ديك جمهوريه لا خلوه يكتبها باش نقد نعطي البيات مواتهم على الفيم وهو يسمع. قلت لكم يا خوتي هو التبون علاه يتكلم على الماء بزاف، علاه غار يدور يتكلم على الماء، غار يدور يقول لهم الماء مات الماء الماء مات الماء، لا ينعدلوا لا يديروا لا ينفعلوا لا يتركوا لا كذا، لانه شوف المساكين الجزائريين الشعب الجزائري المغلوب على امره يعيش وضعيه مزريه يا صحراويه وتفتخري. شوفي ليتك تكتبيها مره واحده وتغير التعليق، تعاود التعليق اعطيو البيات ماتو ميوت يسمع على فين بيو وسكنت منظر، تعاود لنا التعليق طيح لنا اللايف ين على الراسه تاع باباك الكلب، يعاودها عطوا لهم ميوت خلوا هذيك عطوا لهم ميوت خلوا يتمنظر مع راسه. قلت لكم هما هذا التبون المغبون اقوى دوله في المنطقه، شعبها المغبون المدلول المطحون المستعبد ما يقدم سيكين يتكلم، ويتكلموا ساكين يعانوا من الماء. وانتم سمعتوا، شوفوا انا ما كان بغي نجيب بعض الفيديوهات باش ما يقولون المغاربه طيحتي النيفو وكذا وكذا، انا جيني هذه التعليق غير للاسف الشديد ما تفهموش شنو ينقال له الفكاهه السياسيه، ما تعرفوا شنو ينقال له النظريه الطنزاويه التعقيديه البصبع البردوع، باش تفهموا النظريه الطنزاويه نطبقوها على الكائن البردوعي المغبون باش نقدروا نفيقوه من الوهم. اللي تفهموا أن الكائن الجزائري المسكين مغبون مقموع الماء ما عندوش باش يغسل قاعو، هاو التبونيين وهاو البلدي اللي يجوكم يسبوكم ويعايروكم ويحاولوا أنهم يضربوا في المغاربة وفي المغربيات وفي ملك المغرب، واحد قاعو ما هو غاسلو ويجيك انت أخي المغربي واختي المغربية يسبك. أنا في هذا الموقف، أنا في هذا الموقف شو نقول؟ نقول يا سبحان الله العظيم الكريم، يا سبحان الله العظيم الكريم، ده اللي حاصل وده الواقع. شنو هو؟ كرغولية بنت كرغولية واحد ولد البورديلات قيعانهم ما هم غاسلينهم، وجايين شور المغاربة وجايين شور التوانسة وجايين شور الدول العربية يسبوا فيهم. واش هذا؟ بكثرت ما غسلتش قاعو عاد ناضلو الدود فيها مات لا يسكن ولا يريح ولا يقعد، عاد لا لازم ذاك اللي يهرو تشعل فيه العافيه وتسخلو الفرفاره ويجي سبك انت المغربيه واختي المغربيه وسبك انت اخي التونسي وسبكم انتم الدول العربيه. واحد طالع قال لك شهرين ماني مدوش
شهرين يا الكرغولي بل الكرغولي معناك مدوش يا الموسخ يا بنت الموسخه، وتجي تفتحي فمك على سيادك تسبي المغاربه وتسبي التوانسه وتسبي دول الخليج وتسبي الدول الافارقه، وتلعبي لي دور ابن اقوى دوله في المنطقه، وقاعك ماناك غاسل وينعر الراس تاع باباك الكلب، قاعك ماناك غاسلو. سمعت يا اخوتي، واحد قاع وما وغاسلو شهرين ما ومدوش الماء ما وجابرو الماء ما وجابرو، وجاي عندك انت يسبك اخي المغربي ويسبك اختي المغربيه ويسبك اخي التونسي ويسبكم انتم الدول العربيه، ويجي قال لك يمنع على الدوله الليبيه باش تعرفوا. واحد اختو تعطي بطاقوس وطالعه جزائريه تقول لهم يا خوتي في الجزائر راي عملة الفساد في الجزائر عادت لا بطاكوس، يجيها واحد يرشي أكبر أول صناك يجي عنده مرحبا أخويا ما شطا ما مرحبا ما نعرف قاعد ديك اللهجة اللي تكلموا بها دو الزريبة، كي يدخل يبلاصي لوطو ينزل يقول له جوج طاكوس، يقول له الاخر ايه هي مدي جوج، يقول له اياه، يعطيه جوج طاكوس باللحم بكفته اللحم الحمار، يعطيهم له يسربيهم له، يمشي يرفد جوج جزائريات يمشي يخبطهم بطاكوس، ويجي عندك انت اخويا المغربي باش يسبك بلاد بورديل كبير، وعندك الحي عقيد لطفي اللي ما يعرفه ما تقولوا لي يا اخوتي المغاربه شو هو، ما تقولوا لي ما تعرفوا الحي عقيد لطفي، هذا اكبر بورديل في الزريبه ينقالها الجزائر، هذا البورديل ديال الحي عقيد لطفي شي ضرب شي الدعوه مخلطه فما الدعوه راهي مخلطه، الا دخلت الحي عقيد لطفي وانت قابض لوضو اعرف عنك ما غاتمرق بي ما غاتمرق من داك الحي الين فقدت الين تفقد الوضو، فقيه مسيكين فقيه والله الا فقيه امام مسجد قال لهم انا راني وصلت مرحله وليت خاصني انا كل منين نجي من كيف نجي من الدار شور المسجد لازم نتوضى مرتين، ويجيكم انتوما واحد ولد الزريبه ولا تجيكم وحده مخبوطه بطاكوس ديال 15 درهم بلحم لحم كفته الحمار باش يجيك انت المغربيه يسبك، والما ما عندوش باش يغسل قاعو، وهي تكب على راسها في الريحه باش غير طاكي شوي من ريحه الخنز اللي فيها، وما تلقى ما تدير اطلع عندك المروك احنا مالناش كيف كيف، طبعا المروك ما هو كيفك يا بنت الزريبه يا ولد البارديلات، طبعا المروك ما هو كيفك، طبعا ما هو كيفك، واش انت قاعك ما يغاسله شهرين وانت قاعك ما هو غاسله 14 ولا 5 وجاي تسب في خوك تسب في المغرب وتسب في المغربيه، واش انت مريض ولا مالك، واش انت عاد فيك شعله فيك الفرفاره مسخني لك فرفاره بديك اقوى دوله في المنطقه، صدقت روحك ولا صدقت روحك ولا طلع ليك ديك بوني في البوسبيريه هذاك المثلي هذيك الشيخه سخن لك الفرفاره شويه وتسخن وتقول عنك وصلت شي وتجي عندي انا وتم تنبح عليا كيف الكلب، وانت مخلي اختك اللي ما مدوش شهرين قابضه النوبه وشاده صف على كيلو عدس، ورئيسك هذا تبونكم ما باش يحلكم هذه المشكلات ويديها فيكم، لكن ما غيديهاش فيكم، كيفاش غيديها فيكم وانتم راسكم مدي قيعاركم مالكم غاسلين هو بغيتوا رئيس الدوله التبون يديها فيك، كيفاش بغيت يديها فيك؟ ما لقى ما يدار قال شنو غادي ندير الشعب خانز حاشا الناس الاولاد الاصل، قال شنو هنا نمشي شر الامم المتحده نخلط عليهم شوي حتى هما نطلقها عليهم ونتكلم شويه احنا مع ظاهره الاستعمار واخر دوله مستعمره في افريقيا، وانا اتمنى من دولتكم ها من منتظم ومن منظمتنا العتيده، تقول هذا جاي شر منظمه اتحاد طلبه
يقلع بوك الكلب، ما لقيت ما تدير، شاك عنو ديك الكلمات صافي غتقبض الصحراء من المغرب. قال شنو؟ قال شنو؟ الله الا وخيرت، مرحبتي خويا الخياط، تحيه وتحيه لك لكل الشعب التونسي الشقيق، وخيرت الرجال الزينه. قال شنو؟ تبوا لهم المغبون ودوك العبيد الحراطين اللي عنده في تندوف فرحانين. قال شنو؟ قال رئيس اقوى دوله في المنطقه تحدث او تكلم علينا في الامم المتحده. اش قال؟ قال لك احنا مع سياسي تقرير مصير الشعب الصحراوي، شعب باكماله. يقلع بوكم الكلب، انتم صدقتوا ارواحكم ولا؟ واش انتم صدقتوا ارواحكم ولا؟ تصنع لي انا دوله في 5 دقائق تقبض علم فلسطين وتلصق له ديك النجمه وتطن وتلصق وتطلص ملص، واصنع لك علم دوله واطلق لي اربع عندي 81,000 بهيمه عندي قابضهم في الخيام طارحهم في تندوف، عندي شعب صافي شعب عدلت الشعب ودوله، ولصقها شري لها مقعد في الاتحاد الافريقي، وصيفطوا الشور جنوب افريقيا يقبض صوره صورتين، وصيفطوا الشور كينيا يقبض صوره صورتين، ويجيبهم يلصقهم في قيطون وفي ديك مقر الرئاسه خيمه الرئاسه، يلصقهم فما ويعمر بالرادتا يقول لهم والله الا مشينا تمونكنا شويه، تمونكنا شويه في جنوب افريقيا، والله الا عشاوني بالحوت، شحال هذه ماكليت الحوت، وقال لهم مشيت شور كينيا يا غار والله حطوا لي شي من الماكله ما قديت عليها، توحشت غار الزريق وتوحشت بالغمان وتوحشت مارو بالحوت وتوحشت اللوبيا الخامرة والعدس الخامرة اللي يعطونها الجزائريين على طول الله على الراس تاع باباهم هاو النظام. هذا اللي يقولهم غويلي، هذا رئيس عبيد، هذا اللي عندهم. وشاكين على ندوج الكلمات اللي قال، اللي قال تبون المغبون في الامم المتحده، صافي راهي الدعوه تخلطت، المغرب عاد في عزله، المغرب عاد في خطر، وملك المغرب والله ما متسوق له، قسما بالله يا خوتي ملك المغرب ما هو كاين كاع، ما هو مديها لا في الامم المتحده ولا في اجتماعها ولا شو، ملك المغرب جالس في مكتبه وجالس في مكتب مجلس الوزراء وحاط برنامج وخدام على راسه، راعي هذه الصوره ديال البارح في المكتب اللي عقد فيه مجلس الوزراء اللي وضع الخطه التنمويه لاعاده اعمار المناطق اللي تضرت، وقال لهم طرحوا 12 مليار دولار باش يعاد بناء وتهيئه البنيه التحتيه اللي انضرت جراء الزلزال. شفتوا الفرق منين؟ شفتوا الناس اللي تهتم بشعبها ودولتها؟ شاكين على انه كلمه ولا كلمتين لا يتحركوا الشعره في الدولة المغربية ولا في ملك المغرب ولا الشعب المغربي. هذا الفرق. ومسكين العبيد فرحانين، أو عبيد ما خنزوا أو الحراطين، قال لك شنو تبون تحدث في الأمم المتحدة، وقال علينا، وقال على آخر المستعمر، يا وكارا، وقالها أبو مدين سابقو، وقالها أبو تفليقة سابقو، وقالها القذافي في واحد الوقت سابقو، وقالها فيديل كاسترو، وقالها تشي كيفارا، وما نعرف ديك الرباعة كاملة قالوها، وما حركوا شعرة في ملوك المغرب. من عهد محمد الخامس إلى الحسن الثاني رحمة الله عليهم إلى محمد السادس الآن، ومازالت الصحراء في مغربها، ومازال ملوك المغرب وسلاطين المغرب حاكمين تراب الصحراء بدراعهم وسلاحهم وشعبهم، وما هو خالق جنس مخلوق على وجه الأرض قد يقبض منها طرف، سواء كانت معاكم الأمم المتحدة، سواء كانت معاكم الجزائر، سواء كانت معاكم ما نعرف شنه من دول العالم. تعرفوا عليه؟ تعرفوا عليه؟ لأنه هاو الصحراء اللي تكلموا عليها قضية شعب مغربي وقضية دولة، ومخصالها كل الإمكانيات العسكرية والمادية والتنموية والشعبية والسياسية وكل شيء، وما تدوا منها حبة واحدة. وصرتكم أرجعوا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدور توسع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، اش عدل المغرب؟ أطرد بعثة المينورسو وقال لهم لا يتقيموا الشارخ لاق بيات ماتكم،
ولا يتنفذوا في طرار الصحراء اللي ندوروا وانا، ولا يتنفذوا ما يتحرك في طرار الصحراء الا ذاك اللي يدوروا المغرب. قسما عظما يا اخوتي، هاو المغرب، هذا المغرب اللي يقولوا عليه هما دوله ضعيفه ويقولوا عليه دوله معزوله وما نعرف شنو وفقيره وكذا، صرتكم قسما عظما. ما مديها لا في الامم المتحده ولا في الجزائر ولا في غير الجزائر، واللي مزغرت عليهم مو وقال على انه قاد على المغاربه الشلوحه اللي تقولوا عليهم انتوما، يتقدم شارع الحدود وتشوفوا ده اللي عدلوا فيكم من الطحين ومن الخبيط، وصارت يعطي البيات ماتكم على الفيم. وتشكاوا، شافوا وروحوا تشكاوا ما الامم المتحده ولا منظمات حقوقية ولا شارة الجزائر ولا شارة فرنسا ولا شارة اللي تدوروا. هذا نجيبها لكم أنا من الأخر وانتم عارفينها قسما عظما. إلى انتم عارفينها على أنه ما خالق دولة في العالم تقدر تجبر المغرب يمرق من تراب الصحراء، وإلى عاد تقاعد الدولة ما لا يمرقوا منها المغاربة إلا صرتك إلى عادوا دماءهم وديان في تراب الصحراء. ونعرف انا شنو نقول، ونعرف انا الشعب المغربي منه، ونعرف انا الدوله المغربيه من هي. يا صرتك في عهد الحسن الثاني لما كان قاع المغرب يعيش وضعيه اقتصاديه مزريه، لا خطاب واحد تجند من الشعب المغربي 350 الف انسان. فما ادراك الى قامت الحرب ولا تعود شي تهديد أمني كبير، صرتك ويخطب ده الشريف العلوي، صرتك يخطب خطبة واحدة إلى ما تشوفهم ملايين، إلى ما تشوفهم ملايين يعيدوا ورسم حدود المملكة المغربية قبل الاستعمار الفرنسي. وانتم عارفين هذه الرواية وعارفين دي الحقيقة الثابتة، وعارفين على أنه دي القضية ما هي قضية ملك ولا قضية حكومة ولا قضية قوات مسلحة، قضية شعب أعطى عليها دماء ولا يتم يعطي عليها. وهذا الشريف العلوي أمره مطاع في شعبه وكلمته مسموعة في شعبه، وصرتكم ما حدكم انتوما تسبوا فيه وما حدكم انتوما تعايروا فيه وما حدكم انتوما تحاولوا تسيئوا ليه. يا صرتكم ما يزيد تعلق الشعب المغربي صغيرهم وكبيرهم وشيخهم ونسائهم ابدا النظام الملكي الى ابد الابدين، ويربيوه في الاجيال الصاعده ويقولوها ما فيكم انتوما، يقولوها حبا صادقا في النظام الملكي وفي ملوك المغرب، ويقولوها عاش الملك. وصرتكم عارفين على انهم يقولوها سابقة ما لغاية او لمنة او انه يعطيهم شيء ولا انهم يقبضوا منه شيء قسما عظما. لا لانه قاهر بيات ماتكم، لا لانه داعس على الراس تاع باباكم الكلب، يا الحرطين يا قيادة مخنزو والنظام الحركي معقدكم هاو الملك. أنا جبتها لكم من الأخر، أنا جبتها لكم من الأخر. والمغاربة ما تجي عليهم محنة ولا تجي عليهم كارثة إلا ولقاو هذا الراجل واقف معدل هذا الأمر وعاطي أوامر على أنه يتم معالجة أي إشكالية في ظرفية زمنية ما يمكن تخلق في دولة تانية. وقارنوا زلزال المغرب بزلزال تركيا، قارنوا باش قدوا تعرفوا. وفي الحديث عن الزلزال احنا وفينا من دي الرواية هاو، البارح اخلق اجتماع على مستوى مجلس وزراء المملكة المغربية برئاسة الملك محمد السادس، من بعد ما تم الانتهاء من مرحلية انقاذ الناس ودفن الموتى شهداءنا رحمة الله عليهم وإيواء الناس اللي بقات بدون مأوى ومساعدتهم خلال الدعم الدولة المغربية والشعب المغربي، أعطي البرنامج الاستعجالي بقيمة 12 مليار دولار. ويجيك واحد حريطاني كرغولي يقول لك المغرب عندها ديون،
أنا مغربي عادي هادي ويون، أنا مغربي عادي هادي ويون. قال لك أقرأ لأمك باش تعرف دي الدولة علاش واقفة وعلاش قادة. نقريكم الاقتصاد بالزريبة انتم، ما نقريكم الاقتصاد باش قدو تعرف. وعلى مولا بذكر قاع حانو، على ذكر البنك الدولي حانو حان دقيقة، خلوني معكم باش تعرفوا واحد النقطة. مرحبا خوتي المغاربة، مرحبا، ولو وسهلا، وانتبهوا معايا لدي النقطة مزيان. دائما حينما نحاجج أو نناقش ولاد البورديلات من زريبة الجزائر، قالوا على أنه البنك الدولي يتحكم في المغرب، وقالوا على أنه وقالوا على أنه البنك الدولي هذا هو اللي سيطر على سياسات الدولة المغربية، ويقول لك على أنه البنك الدولي يتحكم في رقاب الشعب المغربي وفي رقاب اقتصاد الدولة المغربية وما إلى ذلك من الكلام. ولكن كتعرفوا على أنه هاو الناس هاي الزريبة دي الجزائر يتعاطوا مع الأخبار وفق عاطفيتهم ومدى استخدام الخبر لإساءة للدولة المغربية. قال لك شنو؟ المغرب يعرقل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني المغرب هذا ما متحكم فيه البنك الدولي، ما متحكم فيه البنك الدولي، والمغرب هذا يرفض إملاءات البنك الدولي، والمغرب هذا يدير ذاك اللي في راسه، والمغرب هذا ما هو عالم بشين قال له البنك الدولي. إلى عاد المغرب يعرقل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. صرتك بدا المغرب الله يشرف، صرتك لا بدا المغرب الله ينفتخر به. هاو المروك هاو المخزن هذا حاكمها، صرتك المغرب هذا يعرق على اجتماعات البنك الدولي، وتجيني انا توتو ديك